نعود مباشرة إلى عوض الفياض من مقديشو. أهلا بك معنا عوض في التاسعة مرة أخرى. كيف تصف الحالة الصومالية العامة اليوم وأنت هناك مثل ما ذكرت قبل قليل بين شبح الجوع وأيضا الانفلات الأمني؟ أهلا بك عبد العزيز مرة أخرى وبكل من يشاهدنا اليوم. كما رأيتم في التقرير الذي أعددناه من العاصمة الصومالية مقديشو، التقينا بأحد أهم القائمين على مشروع مكافحة المجاعة والجفاف في الصومال، أكد على عدد من النقاط على رأسها بأن أكثر من 3 ملايين صومالي نزحوا في 6 أشهر الأخيرة بسبب موجة الجفاف التي تعود أسبابها إلى 4 سنوات ربما من انعدام مواسم المطر. يتوقع عبد الشكور بأن المجاعة سوف تكون قاسمة لظهر الشعب الصومالي في الشهور القادمة إذا ما استمر موسم الأمطار بالانقطاع في أكتوبر القادم. أكد أيضا على أن الشعب الصومالي في مناطق مختلفة ابتعد عن مهنة الزراعة وتربية المواشي بسبب الحروب الطاحنة التي تمر بالبلاد ومضايقة الإرهابيين أو حركة الشباب الإرهابية للتجمعات المواطنين في المناطق النائية وإخضاع أبناء هذه القرى والبلدات للعمل في الميليشيات، مما يضطر هذه الأسر وهذه المناطق إلى هجرة هذه المناطق، هجرة تلك الأقاليم وهجرة المزارع وقيام بأي أعمال تعود إلى بالأمن الغذائي إلى الصومال. اليوم كان لدينا اليوم عبد العزيز إذا سمحت لي، كانت لدينا جولة في مخيم كحفة في الإقليم الجنوبي. باختصار في إقليم مقديشو رافقنا مسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة في جولة تفقدية على هذا المخيم. كانت الجولة ربما تمهيدا للمرحلة الثانية لإغاثة الشعب الصومالي التي يطلقها مركز الملك سلمان، حيث أن المرحلة الأولى بدأت منذ مارس الماضي واستهدفت أكثر من 500,000 مواطن صومالي ووزعت وصلت الصورة 5,000 طن. الأوضاع الأمنية، نحن للأسف انتهى وقتنا معك، سنعود إن شاء الله ونتابع معك في نشرات لاحقة. شكرا جزيلا لك زميل عوض الفياض، كنت معنا من مقديشو.